أي مزيد من التفاصيل عن الشأن الأمني ينضم إلينا من بغداد العميد الركن خليل الطائي، مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية. أهلا بكم سيدي. حياكم الله. يقول مجلس صلاح الدين إن وتيرة الهجمات المسلحة تتصاعد في مناطق المحافظة، بالإضافة إلى تزايد الاغتيالات في محافظات أخرى. كيف تقرأ هذا الوضع الأمني الذي تشهده مختلف المحافظات العراقية؟ أختي الكريمة، منذ احتلال العراق عام 2003 وهو يسير باتجاه نفق أمني مظلم، حتى بات هدفا واهنا أمنيا وبقعة جغرافية قلقة مجتمعية. طبعا هذا نتيجة فوضى السلاح، تعدد السلطات التي تتحرك في غطاء مؤسساتي أو طائفي، وغياب المنظومة العسكرية والأمنية المهنية. لذلك ما يحدث من تفجيرات في صلاح الدين وغيرها المحافظات أخرى، وخطف وقتل واعتقالات، كله يدخل ضمن توصيف فقدان الامن. وهذا في جانبين، جانب ميداني وسياسي. الميداني المتمثل بهجمات تنظيم الدوله واللي تسير وفق استراتيجيه ديمومه الاستنزاف الحكومي المفتوح سواء في الجغرافيا والتوقيت. لذلك نرى ارتفاع هذه الهجمات بالاستفاده من الوضع السياسي الداخلي، وايضا يتاثر بما يحدث في الجغرافيا السوريه. الجانب السياسي المتمثل بالميليشيات المسلحة ومن وراء الأحزاب السياسية التي تسعى دائما لفرض إراداتها بالقوة عن طريق تخويف المجتمع أو تخويف الحزب الآخر، وهذا هو الإرهاب بعينه الذي أصبح طبعا الآن ثقافة يتسلحون بها. وهذا طبعا معروف ومعترف به دوليا. شاهدنا كيف أمريكا أغلقت مؤخرا قنصليتها في البصرة وحذرت إيران من تسخير أدواتها في العراق لاستهداف مصالحة. لذلك في العراق أصبحت الجريمة والإرهاب عقيدة ونهج وسلوك وتصرفات، أصبحت أيضا مخرجاته انخفاض مستوى الأمن وارتفاع كمية دماء الأبرياء. انخفاض مستوى الأمن، لكن الحكومة تقول إنها هزمت تنظيم الدولة. كيف تصف هذا التبرير الحكومي واستمرار في ظل استمرار هذه سلسلة الاغتيالات والانتهاكات أيضا؟ الهزيمة بالمفهوم العسكري أو النصر هو تحييد العدو بحيث لا يستطيع أن يأخذ المبادرة أو المبادرة مرة أخرى. اليوم عندما تحدث عمليات في الحويجة وكركوك وبغداد وديالة وبيجي وهيت والقائم وحق العكاز وغيرها، وأصبحت مستمرة يوميا لا تقل عن 5 إلى 7 عمليات، هذا دليل إلى أنه البيان الحكومي اللي أعطاه العبادي في عام 2017 كان عبارة عن بيان إعلامي. اليوم تنظيم الدولة الميدان يقول أنه استطاع أن يعيد هيكل الصفوفة بالرغم من أنه قلص عدد مناطق عمله من 35 إلى 6 بسبب الانخفاض في الإنفاق المالي، واعتمد أيضا على الدوريات الجوالة. اليوم محافظة الأنبار وصلاح الدين العمليات فيها مستمرة، لذلك لا يمكن التكلم عن فوز ونصر عن الطرف الآخر. وبالنسبة لمحافظة صلاح الدين، عندما يتكلمون أو يحذرون من تصاعد عمليات، العمليات خلال 6 أشهر الماضية هي مستمرة وديمومة يعني ميدانية. كل هذا بسبب أنه لها ميزة محافظة صلاح الدين لو تسمحي لي أختي الكريمة. أشكرك جزيل الشكر، مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.